معانا الاعلامي كريم ابو حسين من ارض الملعب عبر زوم. اتفضل يا كريم، اجواء ما قبل المباراه، وقول لنا اخبار البعثه ايه واخبار الفرقه النهارده ايه والحاله المعنويه للتيم قبل المباراه باقل من نص ساعه. اتفضل يا كريم. ارحب بك يا كابتن طارق طبعا وكل ضيوفك. انا سامع كابتن عبد الحليم وسامع كابتن احمد عبد الحليم، معرفش ليه كابتن محمد حد من صبري. ضيوفك تاني، عشان بس برحب بكل كابتن صبري طبعا اخويا الحبيب، ارحب بيك وارحب بكل مشاهدي قناه الزمالك. ان شاء الله يوم جميل باذن الله، يكون يوم موفق، يكون يوم سعد، يكون يوم فرحه لكل جماهير نادي الزمالك اللي بتزين مدرجات الثالثه يمين هنا في استاد شهداء بنينه، متواجدين من بدري جدا يا كابتن طارق، بيحتفل كل لاعبتهم، الهابوا حماس اللعيبه قبل المباراه، الشيكا كلوه نصيب الاسد من تشجيع جماهير نادي الزمالك والجماهير الليبيه المتواجده هنا، برضو المريخ السوداني له جاليه موجوده برضو يعني بتشجعوا وبتأزروا في المباراه. طبعا زي ما حضرتك استعرضت التشكيل نفس التشكيل باستثناء محمد عواد بس عن المباراه الاخيره مكان محمد صبحي، ونفس طريقه اللعب 3 4 ثلاثة بيلعب فيها وبيعتمد عليها مستر بريرا. حالة من التفاؤل كابتن طارق، اللعيبة كلها مركزة، اللعيبة كلها إن شاء الله عندها نية وإصرار إن هي النهاردة بإذنك يا رب نرجع بثلاث نقاط ثمينة وغالية ترجع نادي الزمالك تاني لصباق الصدارة فيها سيد مجموعة والتأهل إن شاء الله من دوري المجموعات. صباح اتفضل يا كابتن. لا اتفضل اتفضل يا كريم، قول يا رب. سامعك كابتن طارق. كريم يا كابتن اتفضل. معاك طبعا صباح يا باكر. الفرقه كانت فاتت بدري من الساعه 10 في التجمع على الفطار، بعد الفطار كان في محاضره فنيه من مستر فيريرا واللي راجع فيها كل التعليمات وكل الامور الخاصه به، التعليمات الاخيره قبل التوجه لملعب شهداء بنينه. الفريق كله تحرك الطريق طبعا مع التامين، مع الاهتمام الجانبي الليبي هنا بتامين البعثه، ما خدش اكتر من 25 30 دقيقه كنا في ملعب المباراه. اللعيبه نزلوا ادوا عمليات الاحماء، كل اللعيبه كانت موجوده، حتى الاثنين المستبعدين كانوا متواجدين في ارض الملعب، سامسون اكينولا ومحمد ونديم كانوا مع لاعبين مع الفرقه ومع اللعيبه. حاله من التفاؤل روح كبيره جدا. طبعا الجهاز الفني بالامس كان شاهد التحليل الفني اللي عامله محلل الاداء احمد شعبان ايه مباراه اخيرا يا كريم، في هل في جماهير للمريخ السوداني ولا مفيش؟ نعم كابتن طارق، هل في جماهير جت لمؤازره المريخ السوداني ولا مفيش جماهير خالص؟ في اكيد 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 في جاليه سودانيه موجوده برضو مع جماعه نادي المريخ، وفي طبعا جماهير نادي الزمالك اللي موجوده في الملعب. طبعا كانت الساعه اللي تم المسموح بيها 3000 مشجع في المباراه، لكن الرقم ده كله يعني مش متواجد للاسف مع الجانب المريخ طبعا عشان هو المسؤول عن المباراه ومباراته. لما طبعا الاقبال الكبير من جماهير نادي الزمالك كان في تعنت بعض الشيء في بعض التذاكر. البعثه طبعا استاذ امير مرتضى، الدعوات اللي جت كلها تم توزيعها النهارده صباحا، اكثر من 100 دعوه كابتن طارق تم توزيعها على الجاليه المصريه وعلى الجماهير الزملكاويه الليبيه، لان هنا بصراحه بني غازي كلها زملكاويه كابتن طارق. يعني جنازه مستشار مرتضى اتصل بالكابتن اسماعيل يوسف، اتصل بالبعثه ويطمن على اللعيبه قبل المباراه، وطالب اللعيبه ان شاء الله ان هم يفرحوا جماهيرهم، ان هم ينزلوا يستمتعوا بالمباراه وان هم يأدوا اللي عليهم، وان شاء الله باذن الله التوفيق يكون حالفنا النهارده كابتن طارق. يا ربك يا كريم ابو حسين الاعلامي الكبير وزميلنا في قناه زم، بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإطلالة، وإن شاء الله يكون لنا لقاء معاك بعد المباراة ولقاءات مع بعض اللعيبة إذا أمكن إن شاء الله بعد الفرحة، يا رب إن شاء الله يكرم نادي الزمالك.